باسم بعضاوي واحدا من عشرات المبدعين في مدينة تريم بحضرموت، فهو الفنان التشكيلي الذي بدأ موهبته منذ الصغر، والذي أبدع في عمل الكثير من المجسمات بأدوات بسيطة كالباذنجان الذي استخدم فيها مادة الجبس والطين، وبعد ذلك قام بتشييدها حتى ظهرت بشكل جمالي فني بديع. بدأت هذا العمل في سنة تقريبا 10 سنين، بدأت أول شارك في المعارض المدرسية، ومن ثم نعمل هذه الأعمال في مزرعة من الطين وتيسيمها. أولا بدأت بتيسيم حراثة من الطين، ومن ثم سيارة، وبعد ذلك ذراية من الطين مطيتها باليبس، وبعدين هذا تطورت الأعمال إلى موز مثلا وبعد الجان. انطلقت في هذا المجال من ذاتي نفسي. أبرز الصعوبات التي نواجهها في مجال التجسيم هي قلة الدعم، المواد مثلا اليوبس والطين والبويات مثلا، هذه كلها نوفرها من يهد. يعني نطالب السلطات المحلية بالنظر إلى هذه الأعمال لكي نزين الشوارع والطرقات بهذه المجسمات. أبهر الفنان التشكيلي باضاوي الجميع بهذه المجسمات، وأصبحت أعماله تتناقل وانتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي كالموز والدراجات النارية والسيارة والحراثة والمعالم التاريخية، الأمر الذي لاقى شهرة واسعة بين المواطنين، وهو ما دفع البعض لطلب مجسمات خاصة بهم. صراحة الولد باسم هذا ما شاء الله تبارك الله يالما عندي، وكلمنا عنده هواية في النحت، هو في الرسم هذا، وقال ايش رايك بنسوي لك شيء يعني زي الاعلان يعني. قلنا له خلاص تمام، قال بسوي موز وباذنجان هذه سواها عندنا، ونحن ضروري نحن نشيع. واهل اليمن صراحة عندهم مواهب كثيرة، ايش تكون الصين عندهم الا ماشي، الا ناقصتهم المادة يعني، والدولة ما هي مهتمة بهم، لكن ان شاء الله الخير مقبل في اليمن، و نحن عليهم حنشيعهم، واللي عادوا على اهل الدوله ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله تبارك الله الولد باسم وكثير من مثله يعني عندهم مواهب في تريم، بس الماده اللي ناقصتهم، وناقصهم يعني هم يعني ما يقدروا يتكلمون يعني اصحاب الفلوس ولا اصحاب الحكومه ولا، وبهذا يعني ياتنا هذه القناه، ونحن نرسل الرساله هذه للدوله، يعني مهم انهم يعني يشطون في هذيل اصحاب المواهب ويشيعونهم، هذا اللي شيء زين لليمن واهل اليمن، يعني ما هو الواحد خاص ألا لأهل اليمن كلهم إن شاء الله. الكثير من المبدعين الذين لديهم المواهب لم يلاقوا التشجيع والاهتمام من الجهات الحكومية والدعم الكافي، وخصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي جعلهم لم يظهروا المخزون الإبداعي الذي يمتلكونه بشكل كافي.